السلام عليكم ورحمة الله. عندي سؤال وزاري مهم، رياضيات ثالث متوسط، مال تبسيط المقادير الجبرية، مال اختصارات، عندنا ضروب وطرح وزائد وقسمة. هذا عندي طرح، العملية طرح، يقول لي بسط المقدار الآتي: 2 واي تكعيب ناقص 128، واي تكعيب زائد 4 واي تربيع زائد 16 واي ناقص واي ناقص 1 على واي. راح هذا يعني كل فيديو راح يعني اسوي سؤال واحد على مود التحميل، اريده بسرعه يتحمل وبسرعه يوصل الفيديو، خاطر يوصل يعني يوصلكم بسرعه. ها يعني فهذا السؤال كلش مهم، دائما يجيبوه، المرات يغيرون بال 128. شوفوا انتم اذا غير بال 128 عادي، مو تقولون تشوفون تغيير بالارقام تقولون هاي صله خارجيه، لا مواتي ما يجيبون خارجيه، صدقوني ماكو كل سؤال خارجي، مجرد يغيرون بالارقام. انا من حافظ الطريقه، ليش اقول خارجي؟ ليش اتفاجئ؟ ليش اللي هو شنو محفوظه؟ خاطر يعني اقول الا يعني هذا خارجي والا نفسه؟ لا، أنا حافظة الطريقة، مثلا هذه الطريقة حافظتها شلون تنحل، وحافظة الرقم يعني شلون ينحل، مثلا شلون ينحل 128، شلون يعني إذا ما تعرفون حللوه يطلع لكم الناتج. فإذا غيروا بالأرقام ما أقول يعني خارجي، ولا تفاجئ، ولا يعني أقول بالسؤال أقول يا مو نفس الرقم، وهاي شنو تحافظين الرياضيات حفظ لها. فيغيرون بالأرقام عادي، لا تتفاجئون. نفس الطريقة، أنا طريقة الكتاب، طريقة الرياضيات شارحتها، ليش أتفاجأ إذا غيروا الأرقام؟ المهم يلا خلينا نكمل. 2 واي تكعيب ناقص 128، هذا عدي شنو؟ عدي 128 وعدي 2، هذا ينحل. شوفوا ماماتي إذا ماكو هنا 2، أقول من تشوفون تكعيب أقول الفرق بين مكعبين أي، فهذه عدي شنو؟ 2 وهنا 128، ناخذ الاثنين عامل مشترك، هنا عامل مشترك. شلون عرفته؟ 128 عدد زوجي يعني ينوخذ يعني ينقسم على 2، يتقسم، والاثنين عامل مشترك، فاجل خط. يلا يوم خطوه خطوه، الاثنين اخذت عامل مشترك، ايش بقى عندي؟ الواي تكعيب انزلها ناقص ال 128 تقسيم 2، ايش قد بيها؟ بيها 64. زين شلون عرفنا؟ خليني ناخذ لنا ورقة وافهمكم شلون، افهمكم شلون شو يسموها، شلون تقسمون، يعني شلون تعرفون 128 تقسيم 2. يلا هاي عيوني هي اجي. شوفوا ماماتي مثلا هذا هسه تقولون ست شلون ال 128 شلون طلعت؟ هذا طلعت 64، احنا مو قلنا 128 تقسيم 2، قلت 64، بس تقولون شلون طلعت 64؟ اقسم قسمه طويله اذا ما تريدون اختصار. 128 تقسيم 2، 12 تقسيم 2 ايش قد بها؟ بها 6، 6 في 2 12، 0 0 انزل 8، 8 كم 2 بها 4، 4 في 2 8، بعد طلعتنا 64. خاف تتفاجئون تقولون ما اعرف شلون الرقم وما اعرف شنو شلون يطلع، اذا اقسم على 2 او اختصار. تردون اختصار؟ يلا وياكم باي طريقه. خلينا نشوف ياتا 128 على 2، على 2 بها وحده، 12 كم 2 بها 6، و8 كم 2 بها 4. خوي الاختصار اسهل من القسمه. يلا يوم يا الله هسه عيني شنو وين وصلنا؟ هذه أول واحد أنزله، قلت عامل مشترك الاثنين، وال 128 تقسيم 2 بها 64. هنا عندنا ثلاث حدود، شوفوا أصبعوا على ثلاث حدود. أكو قسم من المتابعين أو الطالبات اللي أدرسهن، من أقول لهم مثلا أقول لهم يلا حلوا لي هاي الثلاثة، رأسا يقولن تجربة، عبالهم كل ثلاث حدود تجربة. أقول لهم يلا بس باعوا، باعوا شبيه هو هذا؟ شبيه؟ شوفوا هذا واي وهذا واي وهذا واي، اذا شنو هو عامل مشترك؟ من هو الواي؟ يلا الواي اصغر اصغر اس، ناخذ هنا واي. يلا يوم هاي واي تكعيب اخذت من عندها واي، ايش قد بقت؟ تربيع زائد الأربعة نزلتها، واي تربيع بقت اخذت من عندها واي بقت واحد، زائد ال16 ايش بيها؟ انزلها
والواي ما اكتبها ليش؟ لان هي واي ناقص هذا انزله، هذا لا يحل ولا يربط، هذه هاي نزلته. يلا نجي شو نسوي؟ هذا شلون ينحل؟ طريقة الفرق بين مكعبين، شوفوا خطوة خطوة. طريقة الفرق بين مكعبين، خلينا نخلص من هذا، واي ناقص واحد واي. يلا يوم وهذا ال اي هذا الواي الاثنين. هذا طريقة شنو الفرق بين مكعبين؟ شلون عرفت الفرق بين مكعبين؟ تقول ست شلون عرفت الفرق بين مكعبين؟ لان هاي تكعيب، وال 64 اني حافظتها 4، تردون حللوها حللوها خذوها على 2 تطلع لكم ايش قد؟ هسه تطلع لنا 4، 3 مرات 4، 4 في 4 16 في 4 64، وقوس صغير وقوس كبير. اي هاي صارت قوسين. المهم واي ناقص ال 64 جايه من 4، بعد ما ليش اغلب هذا؟ اجي اربع، عندي قانون انا مال الفرق بين مكعبين، مربع الحد الاول واي تربيع عكس الاشاره زائد الاول بالثاني 4 واي زائد مربع الحد الاخير هذا دائما زائد 4 في 4 16. بعد شلون؟ هذه الواي نزلته، واي تربيع زائد 4 واي زائد 16. شوفوا قليباتي، شوفوا يوم هسه تقولون ست ليش هذا ما احلله؟ اقول طريقه التجربه، هو صح يتحلل لكن ما دام عندي يشبه هذا فرسا خاطر ارتاح منه اخلص منه، عيني خلصت من عنده. هسه شو اسوي؟ اقول 2 انزلها، واي ناقص 4 انزلها على واي نزلته، ناقص واي ناقص 1 نزلته على واي. هسه شوفوا المقامات مشابهات، يعني متوحدات المقامات. شو اسوي؟ اجي الخط هنا، شو انزل؟ انزل الواي، شو اضرب؟ اضرب ال 2 واي، 2 واي في 2 في واي 2 واي، ناقص 2 في 4 8، ناقص هذا خليه ينحد 1، واي ناقص 1 يساوي. اجي الخط الواي ينزل، هسه على كيفي احيل، وهذه 2 واي واي إشارات مختلفة، هاي موجب وهاي سالب، نزل إشارة الكبير واطرح 2 ناقص 1 بها واي ناقص وثمانية. ها شوفوا يوم احنا قلنا لحظة هنا شوية نسينا، هنا ناقص واي ناقص في واي ناقص واي، والسالب بالسالب موجب، يعني شنو؟ هنا ما دام عندي سالب شلون يعني هذا ادخل السالب عن قوس، فقلت 2 واي ناقص 8 هاي نزلتها مالي شغله، ناقص 8 واي ناقص 8 ناقص واي زائد 1. شنو سويت هنا؟ بس دخلت السالب على واي ناقص 1. يلا يوم هسه عندي قلت 2 واي واي 1، يعني ما اكتب 1 بس واي ناقص 8 وزائد واي اشاره الكبير واطرح 8 ناقص 1 بها 7. اذا طلع لي واي ناقص 7 على اليمن على واي. خلص حنا وركزوا على هذا وان شاء الله النجاح.